السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم عندنا قصه جديده وكنتمنى تعجبكم، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كانت مراه ديال زمان وكانت زوينه بزاف، بغاها رجل بسيط وعاش معاها لفتره. وفي يوم من الايام حملت منه، وملي وصل وقت الولاده ولدات بنيتها زوينه، ولكن للأسف هي ماتت. حزن عليها الراجل بزاف والتاجأ للسكر باش ينسى، وما كانش كيحمل ديك البنت اللي سميتها عايدة. بعد مدة تزوج الراجل بمرأة أخرى، وعاشت عايدة بين مرات باها وباها اللي ما كانش كيحمل فيها الشعرة، حيث في نظره هي السبب في موت حب حياته. تزوج وبدا حياة جديدة. عايدة كانت كتعاني الأمرين، مع زوجة الأب من جهة ومع الأب من جهة أخرى. كانت كتضل تبكي وكتكره هاد الحياة اللي جات ليها. كانت كتسكن في حي شعبي، وكان عندها جار كبر منها شوية، كبرات معاه وكانت كتشكي ليه كاع مشاكلها. سميتو إسماعيل، هو متعلق بها بزاف وكان كيدير أي حاجة باش يرضيها. كان مخزن أسرارها وشكواها من قاع داكشي اللي كيديرو فيها مرات باها. كانت كتنعسها في الكوزينة وبلا ماكلة، في حين ولادها كتهلا فيهم، ويلا هدرات كتضربها وكتحرج عليها باباها باش يضربها. كانت عايشة في جحيم. وكبرات عايدة وصلت لخمستاشر عام وزيانت، وكل من كان في الدرب كانت كتعجبه، حيث كانت زوينة بزاف وكل شي كيقول عليها أنها نسخة تبقى الأصل عن أمها. حتى فاجئوها واحد النهار بقرار كان صعب عليها بزاف، الزواج. وبيمن براجل عنده 45 عام. هي كانت صغيرة بزاف وما قدرتش تستوعب أنها ممكن تزوج راجل كبر عليها بثلاثين عام. كانت صدمة كبيرة، والأكثر من ذلك أن الراجل تقريبا جارهم وما بعيدش عليهم، وخدام عساس في شي مستودع ومعروف عليه الشراب والقمار، وعايش مع أمه اللي هي مرة شارفة ومعروف عليها السم في الدرب. هذا انتحار. ما قدرتش تستوعب أن هذا الشي كل شي في حياتها، فكرت في الهروب. ولكن فين غدا تمشي؟ حاول إسماعيل وصيفة أمه تهدر معاهم. مشات الأم وقالت الله يهديك السي مرزوق، بنتك راها مازال صغيرة بزاف، واش غتلوحة؟ جاوبتها زوجة الأب وقالت احنا كنستروها ماشي كنلوحوها، راها ولات شابة وكل شي طامع فيها، نستروها قبل ما تجيب لنا شي فضيحة. قال الأب أنا اللي عارف مصلحتها، ومرتي عندها الحق. وهي تقول الأم إيوا أنا كنطلب منك إيد بنتك لولدي إسماعيل، هو باغيها ومازال صغير وغادي تفاهمه. وهو يقول الأب إسماعيل ولدك البرهوش اللي مازال باه كيعطيه الفلوس، نزوجو لبنتي، ديك الساعة غادي نكون كنلوحها بالمعقول. أنا باغي ليها راجل بعقله وخدام وبدارو اللي غيحميها وغيتهلا فيها، ماشي سوقك فينا لالا وما تدخليش فينا، اللي بغيتو انا هو اللي غادي يكون. وفعلا اللي قالها باها هي اللي كانت، منعها من الخروج وزوجها بزز عليها بهذاك الراجل اللي كان فرحان بزاف، حيت تزوج ملكة جمال الحومة. خداها وهي ركابيها كيرجفو صغيرة وما عارفة والو في الدنيا. غادة ومرت باها وعجوزتها الشارفة كيزغرتو ليها، أما هي بحال إلى غادة الموت. وفعلا هذا هو الموت، حيث من ذاك النهار وعايدة القديمة ماتت، وحياة من بعدها عايدة جديدة، وحدة قلبها حجر وما كتحن في حتى واحد، كارها كل شي وكارها الدنيا، وحدة حقيرة كيهمها الاستغلال وما كتعطف على حتى شي واحد.
هذه كانت بداية عايدة الحقيرة. فاقت عايدة في الصباح وجلست على ناموسيتها، عينيها منفوخين والكحول اللي دارت لها مرات باها سال لها من عينيها، وسنانها مزيرة عليهم بقوة الغضب اللي فيها. تلفتت وشافت في زوجها الراجل اللي تمكن منها البارح وبدون شفقة وبدون ما يراعي صغر سنها وقلة تجربتها. شافت فيه وبقات كتشوف، وهو ناعس وكيشخر وما سايق للدنيا خبار. شافت الدم على ناموسيتها ورجعت شافت فيه من جديد، ولكن هذا المرة دمعوا عينيها وزادت زيرات على سنانها. ما كرهاتش ديك الساعة تنوض تقتله وتنتقم منه، هذا هو اللي اغتصب طفولتها، ولكن ما كانش بإيدها حيلة، قتل فيها كل شيء. هاد الليلة بالذات مات فيها كل شيء، وقررت أنها تتبدل، وتستعمل طريقة أخرى للتعامل مع الكل. ناضت وتقابلت مع المرايا وشافت فراسها مزيان وقالت أنا عايدة اللي قتلوها من نهار تزادت، كل مرة كيقتلوا فيها شوية صغيرة، ولكن ماتت بكري، زوجوها بواحد كبير عليها بزاف، أنا اللي تزاديت ولقيت كل شي كينتقم مني، وأنا ما عارفاش علاش، شنو ذنبي، شنو درت حتى يوقع لي هاد الشي كله. ولكن من هذا النهار ومن اليوم كل شي غادي يتبدل، وغادا نتاقم من أي واحد دار فيا شي حاجة خايبة، غنتاقم من كل شي. فاق راجل عايدة وخرجت معاه لعند أمه اللي كانت موجدة لهم الفطور وبدات كتزغرت. عايدة سكتات وبقات غير كتشوف، وهو يقول عزيز صباح الخير أمي. جاوبت أمه صباح الخير وليدي، صباح الخير بنتي عايدة، غير ارتاحي ليك هذا النهار حيد راكي عروسة، من هنا الفوق غدا تبقي تعاونيني وتهلاي في راجلك، كوني امرأة ونساي اللعب ديال البنات الصغار، واخا راكي باقة صغيرة ولكن وليتي دابا امرأة وعندك مسؤولية. بقيت غير كنشوف فيها، وهو يقول عزيز وانا تزوجتها صغيرة غير باش نربيها على يدي، نشوف شكون غيربي الاخر، غصبروا عليا. بقاو كيهضروا مع بعضياتهم وكيضحكوا، هضرتهم باسله وحامضه، مازال كيهضروا حتى سمعنا الدقان في الباب. ناض عزيز يفتح، لقى ديك مرت صبه المسمومه جات تصبح على حساب هضرتها. يا ربي صبح عليها عزرائيل، انا عارفه انها جايه تشمت فيا وتشوفني كي دايره بعد ما دخل عليا داك الزفت، وهي تقول زوجات الأب كي دايرة عايدة، شوفي تهلاي في راجلك هو اللي غيدوم ليك. بقيت كنشوف فيها وما هدرتش، ما كرهتش نطير عليها بشي نتفو ونقتلها، ولكن كنت حاسة راسي مقيدة وما قادرة ندير والو، معليش كل شي مجموع. داز داك النهار واختاريت نسايس هاد الويل اللي ما عندي منه هروب، بقيت كنتفشش عليه وكندلعه باش يعطيني باتساع وما يحاسبنيش، وباش يكبح تجبر مو تسلطها عليا، السيدة جايباني خدامة ليها وانا ما فخباريش. النهار اللي كيخدم بالنهار كان بقى نفقصها ونتفرج في التلفازة ونطلق الموسيقى ونشطح بعض المرات، وهي النهار كامل وهي تعاير وانا فاقصها بالعاني. ومن اللي كيقرب يجي الراجل كان لبس الطابلية دشقة وكان بدا نصيق، غير كيدخل كان بقى نتبوحط عليه ونشكي ونقول ليه راها قتلاني بالشقة، واش جبتيني باش نكون ليك مرا وحبيبة ولا باش نكون خدامة؟ ومع السيد ميت فيا ما كيقدرش يشوفني كنبكي، كيرجع الظلم فمه وهي كتبقى مفقوصة. كندير راسي بحال ليلى عيانة وقاتلاني بالشقة، ونبقى الليل كامل وانا كنتفشش، والسيد في الخدمة ولا عند رجلي بحالك، عمري غدا نحن فيهم ولا في شي واحد اخو
آه تبدلت وبزاف، وليت واحدة أخرى ما عندها قلب، ما عارفة في الدنيا غير تدل وتعذب الآخرين. وكيف ما كيقولوا، فاقد الشيء لا يعطي، وأنا ما شفت في حياتي غير الدل والمهانة. ما كنحملوش من اللي كيقرب عندي، كنحس براسي بحال اللي كتقيسني شي جيفة، ديما فيه ريحة الشراب وريحة الكار. واش هذا زواج ولا انتحار؟ هادشي اللي كنقولو من اللي كنفيق كل صباح وكنلقاه حدايا، ما كنكرهش نقتلو. والأكيد أنني اختاريت ما نولدش من هذا الزمر. دازت عامين وأنا مزوجة بيه، وأنا خارجي ليا القرون معاه. ديك البريئة اللي تزوجها النهار الأول ما بقيتش هي، وليت كنتحكم فيه كيف ما بغيت، أمه مفقوصة من جهتي، ولات كتطلب معايا الشرح وكتدعي فيا ليل ونهار. ما كنتيش كتباني ليا هكا النهار الأول، هادي هي الجملة اللي كتضل تعاود فيها، واللي فاقصني منها أنها كتضل تهضر على الولاد. أنا ما باغا ولاد، وحتى واحد ما عارف أنني كنشرب الكينة، حتى ولا عزيز كل مرة كيطلب مني نمشي لعند الطبيب. كنت حجج بأي حاجة، مستحيل نولد، ما بغيتش نولد باش ما نعذبهمش في الدنيا كيما تعذبت أنا. أنا ماشي أم مثالية، وهو ماشي أب مثالي. واش كاين شي واحد كيولد مع هاد العائلة؟ شنو ذنبو؟ وكبرت وزيانيت كتر، حتى ولاو رجال الدرب كلهم كيحماقوا عليا. أنا غادة بيناتهم بحال عصفورة، كل شي باغيني وكيتسنى غير ضحكة مني، وأنا مطلعة راسي الفوق وشايفة راسي. والأكيد أن في الداخل ديالي واحد الغضب عميق تجاه قاعد الناس، وما حامل حتى واحد، يمكن كنحملهم المسؤولية على أنهم خلاوني كنتعذب قدامهم وما تحركوش، وكاين اللي تشفى فيا منهم. بوحدها أم ديال إسماعيل هي اللي كانت عامل معها بالرفق، حاسبها بحال أم ديالي، هي اللي كتحن فيا. وحتى إسماعيل ما قطعتش علاقتي به، ولكن علاقتنا بعد زواجي ولات أخوية أكثر، وخا أنا مازال متأكدة باللي هو ضعيف تجاهي بحال النهار الأول أو أكثر. أما عائلتي فأنا قطعت علاقتي بهم من نهار وقعوا عقد زواجي، وحتى أنا ما كنهمهمش وما كلفوش راسهم يسولوا فيا شي نهار، وخا ديما كيسمعوا عندي صداع في الدار. ودازوا سنوات وانا عايشة هكا، حتى ولات عندي 20 سنة، عزيز ولا كيشرب كتر، ولا كيقمر وكيقصر مع صحابه، وانا هملته وحتى هو هملني، حيت مل من الصراعات الدائمة بيني وبين امه، واللي ولات علانية وقدامه ما بقاش كيهمني. انا جالسه معاه غير حيت ما لقيت فين نمشي، غزنقه هي اللي قدامي، والاب ديال اسماعيل مستحيل يقبل نمشي نسكن معاهم وانا مطلقه. هاد الشيء اللي سمعته قالوا واحد النهار وانا غضبانه عندهم من راجلي، عزيز فين ما غضبت كيجي يرغب نرجع لظهره، ماشي حيت كيبغيني، حيت ما عندوش بديل. دابا كبر وولات عنده 50 عام، فين غيلقى واحدة صغيرة ودوينة بحالي؟ وشكون غدا تقبل تعيش مع واحد بحاله أصلا؟ واقفة كنهضر مع إسماعيل وقلت شنو كدير؟ هو يقول إسماعيل عايدة دخلي. قلت أنا قنطانة بزاف وما كرهتش نخرج من هاد الحومة الزبل. هو يقول إسماعيل فين تخرجي وفين غدا تمشي؟ قلت ما نعرف، خرجني انت اديني معاك لخدمتك. هو يقول إسماعيل تسطيتي باغا تمشي للديسكو؟ قلت اه وشنو فيها، نجلس بعقلي ونتسناك حتى تكمل خدمتك ونجيو، واصلا انا غدا نجلس قدامك، ياك انت سربي وغتحضيني ومنها نفوج شويه، شنو رايك؟ قال إسماعيل شوف يا عايدة، ديك البلاصة راه كيمشيو ليها غير الناس اللي فوق فوق كلاس، يعني اللي لاباس عليهم بزاف هاد البلاد، كيفاش غنقدر ندخلك
وكيفاش غتخلصي تما الجلسة؟ صعيب بزاف تمشي. قلت له اوف، عمري طلبت شي حاجة في هاد الدنيا وتحققت لي، ديما الزهر معايا معكس. نط خرجت من عنده وانا كنت نفخ وما حاملاش راسي. ايش هاد القنط وهاد الغمة؟ وغدا نطرطق من هاد الدنيا. الا بقيت هكا غنمشي نقتل راسي ونتهنى. مشيت وبقيت في الدار وديك الشارفة غير كتهضر، ما عرفتها اش كتقول كاع. ما حملتش راسي ومشيت ديريكت لبيتي ونعست. وجا الراجل اللي ما يتسمى وبقى كيفيق ويطلب مني نوض ونصايب ليه ما يتعشى حيت عيا. كيقول نوضي راه فيا الجوع فاقي. قلت له بعد مني، واش حساب ليك جبتيني باش نكون خدامه عندك؟ قال وعلاش جبتك؟ باش تعمري عليا الدار. العيالات ماشي هكا كيكونوا، المراه خاص تهلا في راجلها. قلت كيفاش؟ شنو هو؟ سير بعد مني، انا ما تخلقيتش باش نكون عبد عندك ولا عند امك. سير عندها دير لك ما تاكل، والا ما عطيتيني اتساع غنطج من هاد الدار وما تلقى لي طريق. وهو يقول صافي انا غادي، فين ما هضرنا معاك كتهديني بالطجان من الدار. غير هني راسك وارتاحي، انا اللي درتها لراسي وتبعت هوايه وبغيت الزين، ما كنتش عارفك غدا تكوني هكا. داز داك النهار وانا ما حاملاش راسي. مشيت عند ام اسماعيل باش نبقى معاها شويه وما هدرتش، بقات كتحاول تفوج عليا. حتى جا اسماعيل وشافني بديك الحاله، عيط عليا باش يهضر معايا وقال عايده قولي لي كيفاش حتى غادي تقدري تخرجي وشنو غتقولي لراجلك؟ قلت يعني موافق تخرجني. قال لي اه، انا سولت الباترون ديالي وقال لي ماشي مشكل بشرط تجلسي بعقلك وبلا مشاكل. قلت ياي انا فرحانه بزاف ما تخممش، انا فرحانه بزاف ما تخممش. غدا عزيز خدام بالليل وما كيجيش كاع وما كيصونيش، والشارف امو كتنعس مورا العشاء وما كتعقلش على الدنيا. انا غدا نمشي معاك وحتى واحد ما غيسيق لي الاخبار. قال لي متفقي غدا وجدي راسك، انا غادي نجي موراك مع العشرة واخا. قلت ليه غتلقاني واجدة. عرفت انا فرحانة بزاف، مشيت كنقض وفرحانة. امو بقات غير كتعجب فيا كيفاش حتى تبدلت فجأة، عاد كنت مغوبشة. بقيت كنفكر شنو نلبس، جبت كاع داكشي اللي عندي، الماريو كامل حطيته على الناموسية. نلبس هادي لا هادي لا، اكتشفت انه ما عندي ما نلبس. ملي جا عزيز بقيت كنتفشش عليه باش يعطيني الفلوس نمشي نشري الحوايج. استغرب حتى هو من التغيير ديالي حيت شحال هذا ما تفششت عليه بحال هكا. ضعاف قدامي حتى حط لي الفلوس ومشيت شريت كسوه جديده وشريت صباط طالون. فرحت بزاف بداكشي اللي شريت. الغد ليه نط بكري ومشيت للحمام، تهليت فراسي مزيان ومنو دست للكوافورة صايبات لي شعري وقطعته لي. مشيت للدار وبقى عزيز حال فمو فيا حماق عليه. قال ناري يا العفيريتة راكي زوينة بزاف، ايش هاد الشي؟ واش موجدة ليا شي مفاجأة ولا؟ قلت اه موجدة ليك مفاجأة، كي جيتك كان هب لياك. قال خرجتي لي عقلي، كنبغيك الكتكوتة ديالي، انا ما غنمشيش اليوم الخدمة غنبقى معاك، سطيتيني. قلت شنو هو؟ لا سير لخدمتك، انا ديالك ديما، الخدمة الا ما مشيتيش ليها غيجريو عليك، شكون ديك الساعة غيخدم علينا؟ غير سير وانا غدا غدا نتهلا فيك. وهو يقول لي واخا العصفورة ديالي اللي بغيتيها. اوف كنت غنحصل في هذا، بنادم شحال لصقه خاصو غسبه. وصل الليل ولبست الكسوه اللي شريت ولبست داك الطالون بحال الى غدا العرس، ودرت ماكياج كنت غنحماق على راسي غنخرج من هاد العالم بالزبل واخا غير شويه. خرجت بالحس باش ما تفيقش ديك الحيزابون ديال عبوستي، سديت الباب وخرجت ولقيت اسماعيل كيتسناني بالموتور.
ركبت معاه ومشينا. وصلنا لديك البلاصة، كانت في شكل، أنا حليت فمي على وسعه ملي شفت هاد البلاصة هاي، وفرحت بزاف. برا كانوا بزاف ديال الطوموبيلات غال حديد الواعر. شدني إسماعيل من إيدي ودخل بيا من الباب اللوراني. قلت له علاش احنا ما دخلناش من تما؟ وهو يقول حيت بلاصة الخدامة هي هادي. دخلنا وقفنا قدام واحد البيت، وطلب مني إسماعيل نتسناه حتى يبدل حوايجه. بقيت جالسة حتى خرج ليا واحد القرع، ما عرفتو منين خرج، بقى كيضحك وكيشوف فيا، مديتهاش فيه. وجا عندي إسماعيل وسلم على هذاك، وخرجنا لذاك الديسكو. كان مختلف تماما على داك الشي اللي تخيلته، كانت الموسيقى مجهدة وكل شي فوقك العف كيف ما قال إسماعيل، حتى من الأرض زوينة ونقية بحال الجاج، وبنادم اللي تما كل شي نقي، كتحس بحال ليلة كتفرج في القناة التركية. حسيت راسي كنحلم وانا وسط هاد الناس. طلب مني إسماعيل نجلس وما نتحركش من بلاصتي، وافقت على الفور. كيفاش نقدر نتحرك وأنا خايفة؟ بقيت كنتفرج على هاد الناس، شي كيشطح شي ناشط شي مجمع وكيضحك. بقيت جالسة وحالة فمي في هاد الناس. شوية وجات عندي واحد البنت، قالت سلام. قلت ليها وعليكم السلام. خلعتني هادي، كانت واحد البنت طويلة وزوينة وشعرها زعر يمكن صبغة، عجبتني ولكن لباسها كان معري بزاف. وهي تقول أنا سميتي إليف وانتي؟ فكرت قبل ما نجاوب أكيد ما غنقول ليهاش سميتي عايدة، غدا نتشوه. فكرت في شي سمية ديال هادوك اللي كنت فرج فيهم في المسلسلات التركية، وقلت أنا سميتي ملاك. قالت تشرفت بيك يا ملاك، واش انتي أول مرة تجي لهاد البلاصة؟ حيت عمري شفتك هنا. قلت أول مرة لهذا الديسكو، أنا كنت في باريس عاد جيت البارح، عليها عمرك ما شفتيني. قالت باريس، وضحكات. وهي تقول وفين كتكوني في باريس؟ أنا كنمشي ليها بزاف. حماريت أويلي، أنا ما كنعرف حتى بلاصة في باريس، كنسمع غير السمية. وحفظني الله جا واحد وقطع علينا الهضرة، قال إليف شكديري هنا؟ وشكون هاد البنت؟ قالت هادي ملاك. وهو يقول سلام ملاك صافا. مد ليا إيديه وسلم علي. كملات معايا الهضرة إليف وهي تقول زيدي كملي، أنا باغا نتعرف عليك حيت كل شي اللي كاينين هنا معروفين، ولاد من وبنات من، أكيد حتى انتي عائلتك معروفة. الله ربي إيش غنقول هادي؟ ما كان بإيدي إلا أنني نطلق سلوبية من جديد. قلت أنا بابا صاحب شركة استيراد وتصدير اسمه عدنان العالي. قالت عمري ما سمعت بهذا السمية، وشنو كيستورد وأشنو كيصدر؟ قلت الفواكه، كيصدر الفواكه وكيستوردهم. قالت يعني عندكم فيرمات؟ قلت عندنا بزاف ديال الفيرمات. وهي تقول باينه، حيت في الصراحه باينه فيك عروبيه. ضحكات هي وداك خينا اللي معاها، وانا ما حملتش راسي ديك الساعه. عندها الحق، لا علاقه بين هاد الحوايج اللي شريت وهادوك اللي لابسه هي، وحتى هادوك اللي لابسينهم كل شي هنا، وبين هاد الشراوط اللي انا لابسه. ما حملتش راسي، كتمت الغيظ ديالي. شويه لقيتها كتعيط على صحابها وكتهضر عليا، وكل شي كيشوف فيا في خطره واحده. ديك الساعة نط وخرجت، بقيت كنجري وكنبكي، حتى عييت بالجر، حتى عييت بالجر، وانا نلقى شي حد كيهضر مورايا وقال ما تعصبيش راسك، هاديك راه هكا دايره، كيعجبها تحط كل شي محط سخريه. بديت كنبكي وانا نقول ما عرفتش شنو كتستافد. قال عافاكي ما تبكيش اجي معايا. قلت شكون انت؟ قال لي انا سميتي يحيى وانتي؟ قلت له ملاك، سميتي ملاك. وهو يقول متشرفين ملاك، يلا نرجعه وما تخليش الاخرى تغلبك، خاصك تكوني قويه وتواجهي اي شخص ماشي تهربي. رجعت معاه للديسكو بعد ما مسحت دموعي، عنده الحق خاصني نواجه. باركه غير ما داز معايا في عائلتي،
خلنا ولقيت إسماعيل غادي حماق وارتاح من اللي شافني، ولكن ما قدرش يجي من اللي لقاني مع يحيى. مشيت جلست معاه وإليف غير شافتني معاه وهي تشوكة، جات ديريكت عندي قالت يحيى شفتك دغيا درتي صديقة جديدة. قال ليها اها علاش لا، هي ظريفة بزاف وكتعرفيني صداقاتي كنبنيها على الجوهر ماشي على المظهر. ماشي المهم عندي بنت من، المهم انها ملاك. زنقات بديك الهضرة ولكن دغيا رجعات دارت ديك الهضرة الزائفة ديالها من جديد. قالت علاش لا، انا اللي تعرفت عليها الاول واقترحت عليها تنضم لينا ياك يا ملاك، شفت فيها واختاريت بين حتى انا قوية وبتاسم. قلت طبعا ما عنديش مانع نضم ليكم. كملوا السهرة بعد ما نشطوا مزيان ويحيى جالس حدايا وكيهضر وكيعرفني بنفسه، واللي فهمت انه ولد شي واحد لاباس عليه ومعروف وكل شي داير له الخاطر، وكل شي داير له الخاطر في الجروب حيت هو اللي كيخلص عليهم السهرات، والبنات كيتزعطوا فيه دغيا حيت زوين ومؤدب ولاباس عليه. هذا هو المهم، لاباس عليه. انا شخصيا حمقني، هو طويل ولحيته خفيفة وشعره كحل وفنيون ولابس زوين بوغوس بزاف، ودغيا كيدخل القلب. ناضو باش يمشي وهو يقول لي مالك قولي لي فين ساكنة باش نوصلك. قلت لا بلاش انا غدا نمشي مع الشيفور راه كيتسناني. قال واخا قولي له يمشي وانتي ركبي معايا باش نهضرو في الطريق، الصراحة مازال ما سخيت بيك. قلت ليه ما يمكنش، بابا صعيب بزاف وما غيقبلش نركب مع واحد غريب. انا اصلا كذبت عليه وقلت له باللي غنمشي الحفلة ديال واحد صاحبتي. قال باينة باللي عائلتك صعاب عليها، خباو علينا هاد البلورة طول هاد المدة. قلت انا غدا نوض نقاد ماكياج ديالي ونجي. قال تفضلي. نط وتلاقيت باسماعيل. قال لي من قبيلة وانا كنتسناك تنوضي تعطلتي بزاف. قلت له هانا راه تفكيت منهم غير بالزز، وهو يقول صافي يلا خلينا نمشي. خرجنا سالتين وركبنا في الموتور ديال اسماعيل ومشينا هكا وعلى الشيفور. انطلقنا ودخلت لداري وانا سالتة ناري، رجعت عاود تاني لهاد الحبس. الله بعدا ننعس وبقيت كنفكر في يحيى، على الاقل هو احلى حاجه وقعت ليا. صبحت عليا عجوزتي كتفيق فيا بكري، قلت ليها خليني ننعس يا هادي مالكي ما عندك سوق في الدنيا غيري. قالت نوضي هاد البليه اللي بلاني بها الله، نوضي راه دابا يجي راجلك وانتي مازال ناعسه. قلت واش انتي سوقك وانتي مالكي، ياك هو اللي راجلي ماشي انتي. قسما بالله وما عطيتيني اتساع حتى نوض نخشي فيك شي موس ونتهنى منك. شفتها سكتات خافت على راسها وهي عارفة باللي ما عندي حتى شي واحد عزيز في هاد الدنيا وما عندي ما نخسر ونقدر نديرها، حسن ليا نفكر في يحيى باش ننسى هاد الأعصاب اللي كدير ليا هاد الشعفة. نعست شوية وهو يفيقني داك بوكرش اللي رانا مزوجة به. قال نوض يا حبيبة هانا رجعت ليك وانا مشتاق، تسنيت الصباح على احر من الجمر باش نعرف المفاجأة اللي وجدتي ليا. قلت صباحة الله اين مفاجأة واش كتحلم؟ قال كيفاش واش كنحلم وديك تسكسيفة ديال البارح قلتي ليا راكي موجدة ليا مفاجأة. قلت لي واش انت مخبول فراسك، سير عطيني باتساع وجمع ليا ديك الحرباية ديال امك. واش باغين تقتلوني قبل الوقت؟ خليوني نعس عباد الله. قال صافي صافي ما تغوتيش هانا خليتك نعسي وشبعي نعاس. كملت نعاسي وملي نط وبقيت كنفكر كيفاش حتى هاديك ضحكات عليا، يعني خاصني نشري حوايج غاليين بحالها باش نبان حتى انا زوينه وما نعطيهاش فرصه تضحك عليا. الفلوس هما المشكل. لقيت حدايا داك السقع ناعس وكيشخر، هذا هو أملي الوحيد. بقيت كنفيق وكنتحلون من جديد من اللي فاق. قلت حبي يا قلت لك وجدت لك مفاجأة نوض حياتي. قال فين النوض يا قلتي لي نعطيك اتساع بغيتي تنعسي. قلت لي
وكنت باغا نرتاح باش نوجد راسي للمفاجأة ونوض. قال واخا حبيبة هانا وري لي المفاجأة. قلت له قبل ما نوريك عندي واحد الطلب. قال قول يا حبيبة. أنا كنت سنى المفاجأة. قلت له بغيت الفلوس، بغيت نمشي للسوق. وهو يقول واخا نعطيك 200 درهم. وأنا نقول أش من 200 درهم، أنا بغيت كتر، بغيت 1000. قال أشنا هو وفين غنلقاها وإيش غديري بها؟ قلت ليه البنات قاع كيعطيوهم رجالهم هاد الشي وأنا عزيتيه فيا، إلى هكاك انسى المفاجأة. وبديت كنت بوحد. قال خليك من الفلوس دابا ونوض يوري لي المفاجأة. فكر هذا ما غيطلق من الفلوس إلا بشق الأنفس. نط وطلقت الموسيقى وبديت كنشطح. السيد عجبو الحال، مشيت وجلست في حجر وانا نقول ايوا عزوزي شنو قلتي في الفلوس؟ قال غادي نعطيك اللي بغيتي غير كملي. قلت اعطيني هو الاول وديك الساعة نوض نكمل. ناض بالزربة وجبت الفلوس وعطاهم لي. ديك الساعة عاد كملت الشطيح، سخفت ومزيان، واخيرا الفلوس في ايدي وغادا نمشي وغنشري اللي بغيت. مشيت واختاريت هاد المرة نشري الحوايج من البوتيكات الكبار اللي كيشريو منهم اللي لاباس عليهم. تفاجأت من الثمن، أرخص حاجة كتسوى 1300 درهم. أويلي وأنا اللي كنت ناوية نخبع منهم، صدقت هادو ما غيكفيونيش. ما عرفتش أش غدا ندير وشكون اللي غيعاوني. جيت للدار وأنا غضبانة من راسي، وأخيرا جات في بالي صحر. هادي وحدة كانت ساكنة في الدار وخرجات منه، بقات مدة عاد جات طلات علينا وكانت مبدلة بزاف ترفحات. داك العام كل شي كان كيهضر عليها وكيقول راها خدمات في الدعارة، شي كيمسخها وشي كيعايرها في دارها. قلت أنا غنمشي عندها حيت كانت عطاتني عنوانها، خاصني نمشي باش نتسلف منها الحوايج وتصايب ليا المكياج. شديت الطريق لعندها، كانت ساكنة في واحد البردمة. وصلت وهي تقول مرحبا بك صاحبتي وغبورات هادي. قلت ليها غير هنا حبيبة، قولي ليا بغيتك تعاونيني. قالت نعاون اختي علاش لا، غير قولي ليا فاش. وعاودت ليها المشكل كله وعداتني توقف معايا، ومشات حلات ليا الماريو ديالها وطلبات مني ناخد اللي بغيت. عندها كل شي زوين، اختاريت لبسة زوينة. وديك الساعة مشيت للدار وطلبات مني ندوز عليها قبل ما نمشي للديسكو باش تصايب ليا شعري والماكياج. وقالت ليا غتطلب من واحد السيد المعرفة ديالها يوصلني على اساس الشيفور ديالي وغيجي مورايا. علماتني هاد المرة داكشي اللي غنقوله كله. مشيت لعند اسماعيل وطلبت منه يوصلني عندها بالليل وهي غتوصلني للديسكو. في الاول ما بغاش وقال ليا انتي كتلعبي بالنار، فين باغا توصلي بهادشي اللي كديري فيه؟ سكت وقلت ليه ما تدخلش، هادي حياتي وندير فيها ما بغيت. سكت ووافق. وبالليل ملي مشى راجلي للخدمة وبعد ما نعسات ديك حشورة خرجت ومشيت لعند اسماعيل ووصلني لعند صحر. لقيت معها واحد الراجل وسلمت عليه ودخلت لبيتها. لبساتني احلى لبسة عندها وصيبات لي شعري ودارت لي ميكاب، رجعتني زوينة بزاف. تابا غتحلال لعبة. مشيت مع هذاك وصلني ونزلت من الباب وانا رافع راسي. دخلت وقلبت عليهم لقيتهم مجمعين كيف العادة. مشيت عندهم، يحيى كان ساهي غير شافني ناض بالزربة وجا عندي وعنقني. هادو عندهم العناق عادي. قال لي يا توحشتك، كنت خايف لما نوليش نشوفك مرة أخرى. قلت حتى أنا. وهو يقول علاش مشيتي البارح بلا ما تقوليها ليا؟ قلت له اسمح لي بزاف، ولكن بابا صنع ليا وانا خفت واضطريت نمشي دغيا. قال عليها انا كنت عارف غير سميتك، عليها انا كنت عارف غير سميتك، وما كانت عندي لا نمرة ديالك لا والو باش نسول فيك. قلت كنت اسف ليك مرة اخرى. وهو يقول واخا لالا، هاد المرة ما غنطلق منك حتى ناخد نمرتك وعنوانك وكل شي. قلت واخا، سلمت على كل شي وكل شي ما كانش حاملني. جلست معاهم والسي يحيى جالس معايا ومفوج بيا
هما سايق اخبار الاخرين. بقينا كنهضروا انا ويحيى، وديك الساعه طلب مني نوضو نشطحو. ما كنتش كنعرف كيفاش ندير ليها، اعتذرت منه ودرت راسي حشمانه.